نجدد التحية فيكم مشاهدينا الكرام، وكذلك ضيفي في الاستوديو الدكتور أنور الحربي، مستشار المكتب الفني في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. مرحبا فيك. يعطيكم العافية. بارك الله فيكم. شكرا دكتور. ممكن تابعنا قبل شوي بالتقرير بعض المعلومات عن دور المركز، بس ممكن تعطينا صورة أعمق وأكثر عن دور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات؟ شكرا على هذه الاستضافة. الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات انشئ بمرسوم أميري عام 2006، عنده عدة اختصاصات، أهمها اللي هي موجودة عبارة عن ربط لأجهزة الدولة ومؤسسات الدولة مع بعض المساعدة، بالأحرى المساعدة. وطبعا عندنا احنا شبكة كن، شبكة كويت انفورميشن يعني للمعلوماتية، اللي عبارة عن ربط جميع المؤسسات مع بعض بشكل آمن. مهم جدا ان ينضمون لها الوزارات الدولة. وبعدين عندنا ايضا عندنا الميزانيات، الدولة تحتاج ميزانيات في تخصص تكنولوجيا المعلومات تعرض على الجهاز لاعتمادها لتتواكب ويا خطة 2035، بحيث أن هذه الميزانات تكون متجهة إلى هذا الاتجاه بحيث تنفذ خطة الدولة اللي هي 2035 بشكل عام، خطة التنمية. عندنا أيضا موضوع التوعية. التوعية عندنا برامج في التوعية، هي عبارة عن إقامة المؤتمرات، مو إقامة، مساعدة وتنظيم في التنظيم من خلال السبونسرشيب، الرعايات والمساعدة في الورش العمل أو المؤتمرات. هذا أيضا نوع من التوعية اللي قاعد نقوم فيه الجهاز. عندنا أيضا قطاع التدريب، قطاع مهم جدا عندنا في الجهاز. عندنا بورتال خاص بالتدريب للدولة، للموظفين الدولة، يتكلم عن السايبر سيكوريتي، على الارتفيشال انتليجنس، نتكلم على البيج ديتا، نتكلم على البرمجيات، نتكلم على في كثير من التخصصات مع جهات عالمية يعني. نعم. هذه الدورات تختص فقط في للعاملين في الجهات الحكومية أو حتى ممكن تكون موجهة للهواة أو الراغبين في الاستزادة من هذه المواضيع؟ الآن هو للدولة، الموظفين الدولة يمكنهم التسجيل. نعم. مباشرة أونلاين في البورتل هذا. بعض الدورات قد تفتح حق القطاع الخاص، الكويتيين في القطاع الخاص. جميل. هناك شراكات بين الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وشركات عالمية، ممكن تكلمنا أكثر هذه عن الشراكات؟ هذه حقيقة أستاذة فاطمة هي عبارة عن شراكات في قطاع التدريب، مختصة في قطاع التدريب. لأن احنا يهمنا في موضوع التنمية البشرية، مهتمين فيه السكيلز، مهارات الأفراد في تكنولوجيا المعلومات، خصوصا مع التطور الآن في السايبر سيكوريتي. نحتاج متخصصين في السايبر سيكوريتي، نحتاج متخصصين في البرمجيات الخاصة في الكلاود، نحتاج متخصصين في الذكاء الاصطناعي، في البرمجيات بشكل عام. يعني كلها هذه عبارة عن تخصصات حديثة صارت وتحتاج توصيف وظيفي، تحتاج معلومات، تحتاج يكون بالمستوى العالمي نقل المعرفة لهذه التخصصات للموظفين العاملين في الدولة من خلال هذه الشراكات العالمية يعني. نعم. ومن خلال جهودكم نحو التحول الرقمي، شلون لقيتوا ردود فعل المواطنين والمقيمين اتجاه هذه النقلة؟ إذا ممكن. احنا حقيقة عندنا في الجهاز عدة مشاريع قاعد نقوم فيها. نعم. مشروع الرقمنة مهم جدا، هذا رقمة الخدمات الحكومية، مشروع يعتبر أحد المشاريع الكبيرة في الجهاز، أنه نوصف جميع الخدمات الحكومية رقميا يعني، بحيث أن هذا الواحد يعطيها وصف يعني مميز رقمي. عندنا أيضا مسار، عندنا تطبيق أو مشروع مسار، بحيث الواحد يكون فيه بالتعاون مع الجهات الحكومية تمكين الجهات الحكومية من التحول الرقمي. عندنا مشاركات يعني، عندنا ورش عمل نظمناها في هذا المجال، بحيث أنه يكون في عندنا التحول الرقمي الآمن والسليم. وعندنا مبادرة جديدة اسمها زيرو تراست، هذا أيضا لها علاقة يعني بالتحول الرقمي، بحيث أنه يكون التحول الرقمي آمن، لها علاقة بالمصداقية لها علاقة بالمصداقية. نعم. وأيضا أمن البيانات، والواحد يتحول بشكل انسيابي مو مفاجئ، بحيث أنه يحفظ ثقة الناس والمعلومات تكون محفوظة ومخزنة بشكل جيد وسليم. وهذا الجهاز حقيقة قاعد يقوم في هذه المبادرات اللي يعني مع شراكات عالمية، طبعا شركات عالمية يعني. وهل هناك في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أدوات لرصد ومعرفة أداء
الخدمات الإلكترونية المقدمة؟ إحنا عندنا حقيقة الأمانة في التطبيقات اللي نقوم فيها من الزيارات والمؤتمرات، عندنا ردود فعل على موضوع الخدمات الحكومية اللي يقدمونها، نقدمها من خلال تطبيق سهل، أو صار تطبيق سهل ابتداء عندنا في الجهاز وانتقل إلى جهات أخرى، والآن الحمد لله يعني إحنا بغض النظر نشوف أن الكثير من الناس ردود الأفعال قاعد يعني مرتاحين من الخدمات اللي قاعد تقدم على هذه الخدمات في التطبيق بالذات، يعني سهل مثلا، هذه طبعا إنجاز كبير أن أنت تحول الورقي المانوال إلى رقمي من خلال يوفر الكثير من الوقت والجهد طبعاً. أيضا في أنظمة متحدثة وحديثة، وبعدين في نظام مهم جدا الواحد لابد أن يعرف أنه هذا اللي قاعد نستخدمه الآن في إشعارات، يعني اختار نوتيفيكيشنز قاعدة، فبالتالي التطبيق هذا قاعد يوفر خدمات، برامج كلها كانت على الويب على التطبيق على الانترنت صغرت وصار فيها حجمها في الموبايل، وايضا هذا انجاز يعتبر يعني للدوله وللحكومه بشكل عام انها هي قاعده تقدم هذه الخدمات الكترونيا وقاعده تزيد شوي شوي يعني. صحيح. وإذا ممكن تشرح لنا أكثر دكتور أنور عن مفهوم الرقمنة أو التحول الرقمي، هل هو مقارب للتحول التكنولوجي أو هو مفهوم أشمل من هذا؟ الرقمنة طبعا هي عبارة عن التحول بشكل عام للخدمات الحكومية. نعم. زين، من الورقية إلى الإلكترونية، هي المصطلح الجديد اللي كان يستخدم في العالم. زين، ديجيتاليزيشن أو ديجيتايزيشن أو whatever it is اللي يسمونها، ولكن في الأخير هو تحول من البروسس الإجراءات، تحول المعاملات، تحول مثلا حتى التوصيف الوظيفي على سبيل المثال، المفروض لما يكون إلكتروني أو رقمي احنا نرتاح يكون هذا الموجود، الإجراءات تتم خلال التعاملات. الآن يمكن عندكم كان استفسار قبل لا نطلع لها ونتكلم على التعاملات ما بين الحكومة. صحيح. مع بعضها الأجهزة الحكومية. في الجي تو جي هذا موجود الآن. التراسلات الإلكترونية أيضا هذا إنجاز كبير يعتبر، ولكن طبعا هذا تم already، ولكن ننظر إلى المستقبل أن يكون جميع الخدمات الحكومية، لما نقول رقمنا اختامة تقريبا، لما تكون جميع الخدمات الحكومية 1000 وزود وأكثر. نعم. تكون أونلاين أو عبر تطبيق سهل يعني. وهل هو الجهاز المركزي هو المسؤول عن ربط بين هذه الجهات يعني الحكومية؟ يساعد الربط، يعني يساعد في الربط بين الجهات هذه المختلفة. ويعني التمكين الانيبلر يسمونه، أن نقدم الخدمة، هم يقدموا الخدمات وإحنا يصير في تناغم بيننا ونشجع في هذا الموضوع. وإحنا في دولة الكويت يعني بكل أمانة وشفافية وين وصلنا بالتحول الرقمي؟ يعني إيش كثر يعني إيش كثر أنجزنا وإيش كثر وقع لنا؟ إحنا طبعًا مربوطين بالعالم أول شيء. إحنا في رقم، في مقياس عالمي، زين، معيار عالمي. الاي جوفرمنت ديفلوبمنت اندكس يسمونه الاي جي دي اي، هذا هو المقياس، هذا يعتبر عن عده مقاييس عالميه، في عده معايير، في خمس معايير تحديدا او اكثر تذكرها. هي المعيار الاولي هو عباره عن الحكومه الالكترونيه المتوفره، بعدين اكو شيء يسمونه اي سيرفيسز ايضا، وبعدين يسموه اكو شيء يسمونه اوبن جوفرمنت داتا، حق الاطلاع وحق نشر البيانات المفتوحه يعني تصير اوبن لافريبادي يعني، وعندنا ايضا التليكومنيكيشن انفراستراكشر هو عبارة عن بنية تحتية للاتصالات هذا، والخامسة خلنا أتذكر الحين يعني، بس الأربعة ذكرتهم هذه الأساسيات، هو أن البنية التحتية للبلد تكون الاتصالات، يكون 5G مثلا، والحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية، وها والإي، نعم، والإي إي بارتيسيبيشن يسمونها المشاركة الرقمية. نعم. إذا عرفنا خمس مجالات، وكل كل مجال من هالمجالات هي إندكس، هذه مؤشر، زين، مثل كي بي يعني تعتبر مقياس للأداء الحكومي، يندرج تحتها أيضا بعض المؤشرات الأخرى، بس هذا مؤشر مقياس. إحنا في الكويت مثلا 60 عندنا في الخدمات الحكومية، 71 في كذا، فبالتالي هذا المؤشر لابد أن إحنا يكون لنا موقع متقدم فيه، بحيث أن يعني نهتم فيه، لأن هذا مقياس عالمي من الأمم المتحدة، يعني لابد أن نقيس نفسنا مع بقية الدول، 190 دولة مسجلة فيه، لابد أن يكون لنا طبعا مراتب متقدمة. وإن شاء الله بجهودكم إحنا طبعا التطور إن شاء الله مستمر دائما. شنو فوائد التحول الرقمي دكتور؟ التحول الرقمي اليوم عندك أنت
اولا ماكو شيء تعالي باكر وراجعنا باكر، هذه مهمه جدا. واحد ما يطلع يروح يشوف معاملته وين صارت، كلها اونلاين، يقدر يسوي فولو اب عليها اونلاين، يتابعها اونلاين. بعدين توفر يعني توثيق العمليه موثقه، تعرف منو سوى شنو، لان احيانا كثيره يقول لك الكتاب ضاع، تفصيل طبعا. نعم يعني. وبعدين يقلل القد يعني، نقطه مهمه جدا في التحول الرقمي، ميزه ايضا ان انت تحدد كل واحد الجوب ديسكريبشن ماله، الوصف الوظيفي، وشنو التزاماته وشنو اللي يقدر يقوم فيه. اذا سوى شيء خارج هذا يحاسب عليه المفروض، واذا ما سوى قصر يعني، وخلال مده معينه يعني. الواحد المعامله تتم عنده يومين او ثلاث مثلا بالكثير، فكل شيء محسوب ومرسوم وموثق، موثق يعني كل هذا. نعم. يعني التوثيق مهم جدا يعني. اليوم كل شيء تقدر ترجعين بعد فتره تشوفين المعامله وين راحت من خلال الدوله. لمستوا من المواطنين مخاوف او تخوف من هذا التحول الرقمي؟ مو بس حتى المؤسسات ايضا والجهات كثير يعني، التحول الرقمي شيء اعتادوا عليه طبعا، بس يصير في سايد افكت التكنولوجيا يعني. خلي كل واحد واقعي يعني، كأي تكنولوجيا لها سايد افكتس يعني. اليوم السوشيال ميديا مصدر قلق قد يصير يعني للناس. صحيح. ما واحد يحط صورته ما يدري ويغردون مكانه ما يدري. التحايل الالكتروني، التحايل يصير عندنا يعني. وبعدين قد يكون من خارج الكويت يصير مشكله، هذه ايضا يصير عابر للحدود المشكله تصير معي. وبعدين الواحد يكون في جروب مثلا وكذا، يصير يعني كل واحد لابد يكون حذر للامانه في هذه الحاله. صحيح. وبالتالي لابد ان الواحد يعطي ياخذ الاحتياطات وايضا يتابع ويثقف نفسه. اليوم وزارة التربية لها دور، الإعلام كذا، ولكن أيضا الثقافة، أيضا الموظف رقمي هم يكون موظف عارف وفاهم شنو الالتزامات اللي عليه وشنو اللي مطلوب منه، بحيث انه يعني هو يكون ايضا عنصر فعال ويعني مساعد للتحول الرقمي. يمكن هذا السؤال دكتور يقودني الى سؤال اخر، هي مخاطر التحول الرقمي اكيد والعقبات، وشلون قدرتوا تتجاوزون هذه المخاطر او تحدون منها على الاقل؟ شوف المخاطر هي ما تتعلق بس فقط بالجهاز، تتعامل بكل مؤسسات الدوله اولا. الاختراقات تصير من هاكرز على سبيل المثال. صحيح. زين واحد يدش على موقع هاكرز يطلبون منه فديه مثلا، رانسوم يطلبون منه كذا. هذا صار، وخلينا نكون واقعيين يعني، الواحد لابد انه يكون، فبالتالي لابد انه يفرض على الواحد يكون عنده ديزاستر مانجمنت مثل اي تي في الانفورميشن تكنولوجي، يعني اداره الكوارث بخاصه في تكنولوجيا المعلومات، بحيث انه ما يصير عندك انت موقع مثلا، موقع خدمات تقدم للدوله وبعدين تقول والله انا عندي الموقع داون، هذا يأخر. وبعدين لابد انه يكون انا عندي باك اب، يكون عندي كذا. هذه الاجراءات يعني اكيد اللي في مراكز المعلومات يعرفونها، ولكن احنا نشجع ان نقول دائما متوفره عندنا في الجهات الموجوده متوفره، والله الحمد عندنا يعني احنا متقدمين في هذا المجال للامانه، انه يكون عندنا، لان الدوله هي يعني قاعده تستعد ومستعده تصرف على جميع المجالات التحول الرقمي يعني. حتى الناس عندنا هنا ترى مثقفين يعني بشكل عام، كلهم عندهم موبايلات وكذا واجهزه، وكل واحد يعرف، يمكن اليوم عيالنا الصغار يعرفون يفتحون الاجهزه ويعرفون البين كود. صحيح. ويسوون ايميل. أي. ويعرفون يروحون الالعاب جيمز، يعرفون اكثر منا احنا. اي يعرفون. نعم نعم. خلينا نتكلم شوي دكتور عن تطبيق سهل. طبعا هذا ممكن يكون من المنافع اللي حصلنا عليها. نعم. مع نعم. جائحه كورونا. بالنسبه لهذا التطبيق، كيف ترى التوجه الحكومي في اطلاق هذا التطبيق؟ اعتقد الحكومه الكويتيه حقيقه انجزت، او الهيئه العامه للمعلومات المدنيه، وايضا كان في البدايه في الجهاز من بعض الأخوال في الجهاز العام، الجهاز الفكرة طلعت منهم. أعتقد هذا إنجاز كبير للدولة بشكل عام، للحكومة يعني، إن تطبيق سهل وقاعد يتطور. في عندنا 240 خدمة تقريبا في 35 جهة، نطمح إلى تكون 1000 خدمة، نطمح تزيد عدد المشاركين من الجهات الحكومية. وفي تطبيق سهل للأعمال، بزنس سهل بزنس، أيضا هذا قاعد يعطي نوع من الخدمات الإيجابية متطورة أيضا في هذا المجال. فبالتالي تطبيق سهل مع تطبيق هويتي إن صح التعبير يعتبرون من التطبيقات الرائده بالقياس العالمي يعني، بحيث ان انت قاعد تقدم خدمات حكوميه اونلاين سكيورد وبرايفت وخاصه، وتيلك باي وقت 24 ساعه. طبعا لما نتكلم عن 24 ساعه، 7 ايام في الاسبوع، في اي وقت ممكن يجي، اي ماكو ويكند، ماكو للساعه 2 3 بعدين ينتهي الشغل وبعدين لا، هذا لابد انه يكون موجود الواحد. وهذا الهدف من التحول الرقمي، انا ما اخذ ساعات اوفيس اورز مثلا وبعدين تبطل وتوقف يعني، هذا بحيث ان الانتاجيه تزيد. سألتيني شنو فوائد التحول الرقمي؟ صحيح. الانتاجيه تزيد في هذا المجال يعني. ولمستوا اقبال من المواطنين على انجاز معاملاتهم في هذا التطبيق؟ طبعا في انجاز، في عندنا دراسه صارت انه في بعض الجهات زادت بالالاف الارقام، وفي ارقام احصائيات يمكن الان ما تحضرني، ولكن
بالالاف بالالاف ان تم التعامل مع التطبيق سهل انه قاعد يروحون له لانه يوفر عليهم جهد بدل لا انا اراجع وكل شيء موجود الان تقريبا ما صار يعني مو كل شيء خلينا نكون دقيقين يكون معظم الخدمات في جهات كثيره حكوميه اصبحت تمتنع عن اداء المعاملات نعم ما تستقبل سوينا احنا تطبيق متى يعني عندنا في الجهاز ايضا للمواعيد وكذا ايضا هذا التطوير كان بسبب جائحه كورونا وهذا تطبيق مهم جدا ايضا يعرفنا عدد الناس اللي تبي مواعيد مع الجهات واي جهه عليها ضغط هذا ايضا في احصائيات مهمه جدا ممكن نتكلم اكثر عن المعايير العالميه في مجال التطبيقات الحكوميه الحكومه الالكترونيه احنا عندنا المعيار الدولي هذا اللي تكلمت لك عنه في موضوع ان احنا ترتيبنا يعتبر وسط في العالم هذا من الدول في موضوع التحول الرقمي والحكومه الالكترونيه نطمح الى يكون افضل من خلال زياده الخدمات زيادة يعني نشر لأن هم معيارهم أيضا أن الجميع متصل في الإنترنت هذا الحمد لله موجود عندنا في الكويت يعني ما عندنا مشكلة ما نعاني من هذا هذا المعيار متقدمين فيه جدا إحنا هو طبعا يأخذون الأفرج مال المعايير كلها بحيث أن الواحد يشوف شنو واصل له أنا أعتقد إحنا ففي أشياء إحنا متقدمين في أشياء متقدمين نحتاج في أشياء نحتاج نحسن فيها الأداء شوية نعم نعم أكثر نتكلم عن التطورات التكنولوجيا الحديثة وشلون نقدر نستغل هذه التكنولوجيا في خدمة المجتمع؟ أنا أعتقد اليوم التحول التكنولوجي يعني إذا نتكلم على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في التطور الاقتصادي يكون عندنا تطور في مجالات كثيرة في التطبيقات أهم شيء التركيز نركز على التطبيقات الحديثة يعني هذا طبعا سؤال يمكن اقتصادي أكثر من أنا شو اسمه ولكن نركز على التطبيقات اللي خاصة بالتعليم بالأطفال بالجيمز تكون هي أيضا فيها موارد للمطورين البرامج يكون عندنا اي تي انكوبيترز حاضنات الأعمال التكنولوجيا المعلومات بحيث أنه يكون عندنا دعم لهم في هذا المجال أيضا هذه كلها عبارة عن رافد مهم للاقتصاد الوطني أن تخلي تكنولوجيا المعلومات تكون أيضا مساهمة ومشاركة في يعني دعم الاقتصاد مشاريعكم في المستقبل أو تطلعاتكم اللي حابين تحققونها احنا نحب ان يكون دائما عندنا حقيقة في الكويت نكون متقدمين في تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال المشاريع وعندنا مشاريع حقيقة يمكن بعضها تكلمنا فيها وبعضها ما تكلمنا فيها ولكن عندنا طموح كبير ان يكون احنا دولة رقمية دولة الكويت الرقمية ومتوافقة ويا الخطة اللي الدولة حاطتها ل 2035 واحنا نسعى جادين حقيقة مع الإدارة اللي موجودة في الجهاز الإدارة العليا موجودة في الجهاز والأخوة الآخرين أيضا اللي قاعد يقومون بجهد طيب للأمانة من خلال يمكن الناس ما حد ما يعني مشهورين ومعروفين ولكن قاعد يقومون في كثير من الأعمال اللي تنجز لتقدم الدولة يعني للأمام في هذا المجال يعني نعم دكتور أنور الحربي هل من كلمة أخيرة حابة توجهها شاكر لكم على هذه الاستضافة ونتمنى هالبرامج أيضا تزيد نشر الوعي التكنولوجي المعلومات وشكرا لكم على الاستضافة كل الشكر لك ضيفي الدكتور أنور الحربي مستشار المكتب الفني في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أثريت حلقتنا اليوم وشكرا لكل الجهود التنموية اللي قاعد تقومون فيها لرفع مكانة دولة الكويت في مجال التحول الرقمي وإلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم بعد أن استعرضنا معكم أهم وأبرز الأحداث التنموية خلال الأسبوع على أمل أن ألقاكم بإذن الله في الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من بانوراما تنموية دمتم بحفظ الله ورعايته إلى اللقاء